أنا خلدون الصعب، مؤسس مجموعة الطوارئ للإغاثة. من قبل سنة ونص كمسعف جول داخل بغداد، جول على الحوادث اللي تصير، لكن حاليا متطوع. لكن حاليا اللي صار قبل 4 أيام عرفنا إنه تظاهرات راح تصير، أخذناها إنه تظاهرات راح تصير وتنتهي، وإحنا نتواجد بالاحتياط. مع عندي فريق من 5 مسعفين وياي مدربين من منظمات الإغاثة الدولية. اللي صار كالآتي، إنه أول يوم كان عدد هواية وصارت إصابات، لكن كانت الإصابات صح أكو بيه خطرة، وأكثرها كانت إصابات بسيطة، يعني قدرنا نتعامل ويا، قدرنا نسعف، قدرنا إنه نوصل نسعف الحالات. بعض الحالات ما قدرنا نسعفهم باليوم الثاني والثالث، اللي هو كان عدد أقل. والمحيط إنه أول يوم كانوا داخل ساحة التحرير، والإصابات صار قريب التحرير، أسعفناهم قريب شارع السعدون. من بعد القوة تقدمت، طبعاً القوة مجهولة، أوكي أكو قوات أمنية ما تعاملت بقوة بقدر هاي القوة المجهولة اللي دخلت أذت العالم. هاي القوة المجهولة استخدمت قوة مفرطة، استخدمت الرصاص الحي. أنا صوبت بشظية صغيرة هنا بسبب إحدى هاي البارحة إنه من بعد الفوضى اللي صارت على يم مول النخيل. أول يوم كان بالسعدون إصابات، أسعدناهم وفضت راحوا ورجعوا الناس وشوية هدأ الوضع. ثاني يوم بدأت هنا سيطرت قوة أمنية، قامت تتكافح بالغاز المسيل الدموع. غاز المسيل الدموع كان أكسباير من سنة 2013 و2012، أنا كنت على أهدى القناني، كان جدا حارق مؤذي غير صحي. لحد الآن عندي تعرضات بصدري من وراء. بالثاني يوم أطباء متطوعين طوعوا وياي بسيارة الإسعاف، إنه يكونون سيارة إسعاف دورية وإحنا نتواجد قريب عليهم نجيب لهم الحالات. سيارة الإسعاف انضربت، الأطباء تعرضوا يعني للخطر بنفس الوقت. أول البارحة خلاص بعد سحبت الفريق مالتي، بقيت أني موجود بعض المسعفين المتطوعين. إحنا يمكن الدولة اليوم بتقول هذول مو سلميين، هذول أنا تواجهت، أنا حيادي ما أقدر أصير ويا جهة معينة، لكن فعليا شباب صغار طالعين دي يظاهرون مدى يسوون شيء، ما كسروا محلات. صارت بعض الحالات الفردية بس ما كسروا محلات، ما ضاقوا ما نهبوا. والبحر أبسط دليل إنه المتظاهرين قرب مول النخيل، ومول النخيل ما مؤمن، ما طبوا عليهم ما وصلوا. لكن طريقة القمع، الجملة العصبية، طبوا عليهم جماعة الشغب، عندهم لحاية وبدون يعني هذا شيء واقعي إنه نحكي إنه بدون زي مالتهم، زيهم بدون ستيكر، بدون القوة ما معنونة، ما نعرفها هي شنو القوة هاي. دخلت ضربت الأطباء، ضربت المرضى الجرحى، أخذوهم وياهم. اليوم انقطع حظر التجوال، رجعوا 200 متظاهر حاليا متواجدين بساحة التحرير، ما نعرف شو راح يصير بصراحة. هم هسه بدي اخذ شوي استراحة وهم راح ارجع. نتمنى انه ما تصير فوضى، ما تصير يعني اصابات فوق ال 500 اصابة، يعني بعد ما نريدها تكون اكثر من 500 اصابة، يعني اكثر من 500 اصابة.